بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبارية من رضا عربية، وقدمها لكم أنا زوزان سعدون. لكن نبدأها بخبر العاجل، حيث أعلنت القوات العراقية عن تحرير باب الطوب وسوق الصاغة وشارع النجفي بالموصل القديمة بالكامل. أما في خبرنا الأول هذه النشرة، حيث أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية تحرير محاورها في مدينة الموصل بالكامل، حيث كانت قوات الشرطة الاتحادية تحاصر مسلحي التنظيم بمساحة ضيقة في المدينة القديمة بالجانب الغربي للموصل. وأضافت القيادة أن قطاعات الشرطة الاتحادية أنجزت المهمة وتواصل ملاحقة الخلايا النائمة وإزالة مخلفاتها من منطقة النجفي على حد وصفها. أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل أحد أبرز قادة تنظيم داعش في الموصل القديمة. وأضافت الوزارة أن المسلح يدعى أبو زيد الشيشاني، وهو أحد أبرز قادة داعش الذين قتلوا على يد القوات العراقية المشاركة في تحرير الموصل القديمة بحسب تعبيرها. تجددت المظاهرات في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد أمس الجمعة تحت شعار جمعة الانتصار، هذا لدعم القوات المسلحة المشاركة في عملية استعادة الموصل من تنظيم داعش. وقالت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في العراق: إذ تلوح بادية العلائم النصر وتردنا أنباؤه الصادقة، فإننا لا يملأنا الفخر والاعتزاز بأن جيشا كجيشنا يذود عن الحمى، وكأن حقا علينا أن نحتفي بما يكتسبونه نصرا بعد آخر، لتكون إعظاما منا لشهداء جيشنا وقواتنا الأمنية وجرحاهم وسائر الأبطال على حد وصفها. حمل سكان أو أهالي العاصمة العراقية بغداد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي المسؤولية وراء مقتل المئات من الجنود العراقيين في قاعدة سبايكر الجوية بمحافظة صلاح الدين، وسقوط مدينة الموصل أيضا بيد تنظيم داعش. نعم أكيد احنا نؤيد الوثيقة اللي طرحها السيد مقتدى الصدر، ونطالب بإحالة المسؤولين عن هذه المجزرة إلى القضاء، لأن هواية يعني فقدوا وشبابهم وولدهم، كل أم وكل بيت يطالبون بمطالبة بحق أبنائها اللي فقدوا بمجزرة سبايكر. يعني اعتبرها وثيقة لا فائدة منها، يعني حبر على ورق، يعني فتقيم وثيقة كذا أو وثيقة كذا، أو تطلب ب مثلا توقيع مليوني أو كذا، هذا ما راح يجدي في شيء. هي الجريمة وقعت والضحايا راحت، والبلد يعني أصبح يعني في حرب يعني طاحنة، والنتيجة تشوف المهجرين تشوف المناطق تقسمت هنا وهناك. طبعا حقيقة هو المالكي ومن كان في السلطة في ذلك الوقت هم المقصرين الرئيسيين في تلك الواقعة. داعش احتل في ذلك الزمان تقريبا 3/4 مساحة العراق. نطالب السيد مقتدى الصدر وكل من وقع على هذه الوثيقة بأن تصل إلى الأمم المتحدة وأن يحاسبوا المقصرين بذلك الفعل، والأكيد اللي كان على رأس الهرم السلطة هو نور المالكي. قضية سبايكر قضية مهمة، احنا أكيد نأيد هذا الموضوع، أنه لازم يفتحون الباب أنه نعرف من المجرمين من المتسببين. داعش طبوا داعش إرهابي صحيح، لكن أكو أيضا جهات سياسية هي تورطت بهذا الموضوع من رئاسة الوزراء إلى الجهات العسكرية. هذا كله لازم ينكشف للمواطن، لازم القضاء العراقي لازم يوجه أمره بفتح هذه المجالات. تقل الأستاذ ناجح الميزان، أهلا بك أستاذ ناجح. أستاذ ناجح هل تسمعني؟ سنعود الاتصال به في وقت لاحق. تظاهر عشرات المواطنين وسط قضاء المسيب شمال مدينة الحلة مركز محافظة بابل، مطالبين بإقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي وإعادة حصة المحافظة من التيار الكهربائي. لما تلقى لك
فايكر ينضم معنا عبر الهاتف مجددا السياسي العراقي المستقل الأستاذ ناجح الميزان. أهلا بك أستاذ ناجح، هل تسمعني الآن؟ سلام، حياكم الله. تحياتنا لك. بداية أستاذ ناجح، وثيقة مقتضى الصدر، هل برأيك هذه في هذه المرحلة هل ستجدي نفعا أم أنها ستكون مجرد حبر على ورق إذا صح التعبير هذه التواقع؟ لا طبعا، هذا مطلب جماهيري خاصة في المناطق الغربية والمناطق الجنوبية، لأن القضية اليوم أصبحت مشتركة وتداعياتها يعني كبيرة جدا. أنه اليوم المستمعين بسبايكر راح مقابلهم من السن احتطفوا بالآلاف ودخول داعش، كل هذه الأمور. السيد الصدر هو يعبر عن إرادة الناس أنه لابد من أن نقف على من كان سببا في مجزرة سبايكر، من كان سببا في سقوط الموصل، وهنا يقصد المالكي، لأن لا يعقل في كل شعوب العالم أن يحتل شعب من 200 شخص يدخلون ويسلم جيش بتعداد 70,000 وتسقط محافظات نصف العراق ولا يحاسب لا ضابط عسكري ولا آمر ولا قائد ولا قائد عام للقوات المسلحة. يعني سابقة جديدة في عالم الدول أنه رئيس دولة بس هو قائد عام للقوات المسلحة لا يحاسب ولا يسأل. هذه الصدر، ونحن على أبواب المرحلة الأخيرة من طرد داعش من العراق، لا بد أن يعلم الجميع من هو المسبب لكي يأخذ جزاءه العادل. لكن الآن نعلم أن الجميع بات يعلم من هو المسؤول عن مجزرة سبايكر وسقوط الموصل، لكن أريد أن أفهم هل هذه الوثيقة برأيك أنت ستجدي نفعا وسيكون لها صوت؟ لأن هناك تواطؤ سياسي عام، الكل متواطئ على عدم فتح ملف سبايكر وملف الموصل. بقت الإرادة الشعبية عندما تكون هناك، وهذه الإرادة موجودة. لو عدنا إلى الماضي القريب قبل سنة أو سنتين، هناك مظاهرات بالملايين تطالب منذ أن سقط، فالإرادة الجماهيرية والشعبية موجودة. لا أعتقد تصمد العملية الطبقة السياسية أمام إرادة الناس إذا ما تم جمع هذه التواقيع، وخاصة إذا ما علمنا أنه بيها تفصيل أكثر وبيها معلومات أكثر. هذه الوثيقة مليون توقيع او اكثر، اعتقد سيجب يوقع اكثر من مليون واحد على هذه الوثيقه، وستكون محل تنفيذ من قبل اللائحه. تستطيع العمليه السياسيه ان تعمل. اضف الى ذلك هذه اراده ايضا السيد العبادي، السيد العبادي يميل الى هذا الامر. يعني اذا ما اسلب بتواقيع من الجماهير فاعتقد العبادي لن يقف حائلا امام اراده الناس. ولماذا هذه الخطوه لم تكن في وقت سابق اتخذت؟ لماذا الان؟ في وقت سابق اتخذت على شكل شعارات وتجمعات ومظاهرات ومطالبات كثيره من ذوي المغدورين ومن الجميع، لكن اليوم لكن كان العذر انه نحن الان لا نريد ان نفتح اكثر من جهه، نحن الان في محاربه داعش وكذا من هذه الاعذار، لكن في نهاية داعش أكل الوضع مؤاتي أو الجو يساعد على إقامة هذه المحاكم وتقصي الحقائق. هي عبارة عن تقصي الحقائق، من كان السبب، من سلم، من أخرج جنود سبايكر عزل من السلاح وانطاهم أمر بالذهاب عزل إلى أهلهم مشى على الأقدام. هذه كلها أمور لم يستطع البرلمان، وسقوط الموصل وسقوط صلاح الدين وكل المناطق. إذا فتح باب سبايكر سيفتح بالضرورة ملف الموصل وملف صلاح الدين وديالة والأنبار وكل المناطق. لكن هي كسر هذا الباب الموصل أمام التحقيق عن من أجرم بحق الشعب العراقي. لكن بعض الأهالي أيضا يطالبون بأن يكون هناك تدخل من الأمم المتحدة، هل برأيكم هذه الوثيقة سيكون لها صوت يصل إلى الأمم المتحدة وهي أيضا ستكون لها دور في التحقيق بهذه المجزرة؟ يعني الأمم المتحدة عادة في قضية مثل هذه بعد داعش لن تكون فقط الأمم المتحدة ولا يكون فقط الجمع الملايين، بل التحالف سيكون معني بهذا الأمر. بعد أن تنتهي قضية داعش سنجد موقف الأمريكان، سيفتح هذا الملف لدول التحالف، للدول الإقليمية باستثناء إيران طبعا. هذا الأمر يعني جمع التواقيع. هناك تجربة سابقة قبل 6 سنوات عندما ظهرت حركة تمرد في مصر، عندما قالت مرسي هي بجمع التواقيع من حركة تمرد، جمع التواقيع وأقيل واتبعتها مظاهرات وأقيل مرسي وودع في السجن. يعني أصل هناك سوابق لهذا الأمر. عندما تعجز الحكومة
سيكون صوت الشعب. نعم، إذا أنتم ترون أن هذه التوقيع ستكون لها، ولو أنها يعني ممكن تصل صوت معين وسيكون لها صدى في حتى الأمم المتحدة. السياسي العراقي المستقل الأستاذ ناجح الميزان، أشكرك على المعلومات التي أفدتنا بها في هذه النشرة. اقتحم العشرات من أهالي ناحية سد الهندية شمال محافظة بابل محطة توليد الطاقة الكهربائية احتجاجا على استمرار انقطاع التيار الكهربائي منذ عدة أيام. لنتابع. حجي شنو قاعد بالليل هاي؟ والكهرباء قاعد الكهرباء الكهرباء دول ما يبقى مكتوب ما يبقى مكتوب يعني على مود الكهرباء على مود الكهرباء طبعا ناس كبار عند جهالها رواية سكنين هاي شنو عمل جاك الرجاج كل رش قطاع هاي كل رجال بناء عمودي قاعد بناء عمودي هاي من العمر قاعدين زين وطفوا الكهرباء خمس ساعات بنص ساعه زين هاي بناء عمودي وينهم يلا بنحارن بالفوق شان التعاون يعرفون وقت يعرفون وقت انتخابات يجون يذبون سبويس ويروحون شان التعاون. كشفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن غارات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش قتلت 603 مدنيين منذ بدء الحملة الجوية ضد التنظيم في سوريا والعراق في عام 2014. كما ذكر تقرير صادر عن البنتاغون أن ضربات التحالف البلدين خلال الفترة الممتدة بين 19 من أبريل نيسان والثالث والعشرين من مايو أيار الماضيين قتلت 119 مدنيا، مضيفة أن نحو نصف عدد الوفيات من المدنيين قضوا في مدينة الموصل العراقية أو بالقرب منها بحسب تعبيرها. مشاهدينا متابعين هذا كل ما في النشرة الإخبارية لهذه الساعة، ألقاكم على خير في ساعة إخبارية جديدة.